السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابي وأحبابي في قناة بانوراما للأعمال الخشبية، ومقطع جديد إن شاء الله مميز نقدمه لكم. ما تنسونيش في اللايك، لسه ما اشتركش اشترك ودعمونا برضو باللايك والتعليقات لو أمكن. ان شاء الله معانا النهارده مقطع مميز لنيش كلاسيك مودرن بشكل جديد ومختلف عن اللي عملناه قبل كده كتير. النيش له شكل مميز عن النيشات اللي قبل كده اللي رفعناها على القناه. زي ما حضراتكم شايفين النيش 150 سنتي ارتفاع مترين، له رجول عاليه عن الارض زي ما حضراتكم شايفين. النيش ده ضلفتين صغيرين بيقفلوا على بعض، شايفين اللمعه يا جماعه والخدمه ما شاء الله، الخدمة واللمعة. وطبعا ده مرشوش بالياستر وواخد دوكو فرن، طبعا دوكو فرن معمول تحت منه بالياستر برضو متخدم علشان يبقى ناعم ومتخدم، ما بنكتفيش بالفيلر بس المعجون، لا بياخد المعجون والفيلر وبيرجع ياخد بالياستر كمان مع الدوكو، فبيطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا النيش زي ما حضراتكم شايفين في درجين يمين صغيرين ودرجين شمال صغيرين ودرجين في النص تحت الضلفتين اللي في النص. كمان الضلفه اللي على اليمين دي واللي على الشمال دي سكوريت 6 مللي فوميه. انا بس مايلت التليفون عشان الصوره تبقى واضحه، لانه طبعا مش جايب عرض التليفون المكان ضيق. اللي زي ما حضراتكم شايفين في منتهى الجمال والرقه. كمان المقابض الفض والزراير الفض مع اللون الاسود يعني عامله منظر جميل وتحفه بصراحه. يعني اجمل ما في النيش ان هو بسيط وسيمبل خالص، ما فيش فيه بهرجه ولا اي شيء. طبعا هو الضلفتين اللي في النص متقدمين، انا بصوره من جنب عشان اوضح لكم ان الضلفتين اللي في النص متقدمين في الطول وفي العرض، يعني هما طالعين قدام عن الضلف اللي هي الفوميه اللي هي 6 مللي، وكمان عاليين فوق في السقف كمان. النيش ده ضلف السكريت وده الارفف الازاز زي ما حضراتكم شايفين. الظهر برده كمان الظهر اللي في ظهر النيش عاملينه مراية علشان يعكس الكاسات والصيني والاشياء اللي تحط في النيش. يعني ده المفصلات. طبعا هو بس النيش ده كمانه اسمر مش باين، برضو مثبتين في السكريت المقبض. النيش جميل وبسيط. هو طبعا النيش ده عاملين منه قطعتين، يعني ده الدرج اهون عفوا ده الدرج زي ما حضراتكم شايفين، القلب متقدم وناعم. طبعا هو احنا عاملين نيشين، يعني ده نيش يمين ونيش شمال. يعني هصور لكم النيش اللي على اليمين اهوت. هو طبعا عالي شغال في الازاز ما شاء الله، صنايعي درجه اولى، يعني عالي معانا ما شاء الله. يعني اي شيء بنحتاجه في السكوريت او في الازاز ما بنحملش همه، يعني عالي ما شاء الله. يعني انا ما بقول له المقاسات ما بحملش همه، ده صنايعي ازاز وكمان بيعمل وجه. هسيب لكم رقمه في التعليقات، هثبت لكم رقمه في التعليقات اللي عايز منه شيء او يسالوا عن اي شيء استفسار في الازاز او في البوابات او شغل البوابات والبلاستيك البوابات والباغه والكلام ده كله. علي يعني ما شاء الله امين واسعاره كويسه وراجل محترم. هسيب لكم رقمه في التعليقات. النيل زي ما حضراتكم شايفين يعني عاجبني قوي الخدمه والتخدين بتاع البويا يعني ممتاز جدا. النيش فيه تضليع، لما زي ما حضراتكم شايفين ده تضليع في الدولف، يعني الدولف ما هي الساده اللي في تضليع، في فرم كده تضليع زي ما حضراتكم شايفين مديه منظر زي نظام بنسميها حصيره او تشيش او مشيش، بتدي شكل جميل جدا. النيش في منتهى الجمال بصراحه. طبعا انا منتظر تعليقاتكم وقولوا لي ايه رايكم، ده الشكل ده جديد وحلو ولا النشاط اللي احنا رفعناه قبل كده، ومستني تعليقاتكم. يعني ما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.